بسم الله، مرحبا بكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين نعمل حساب للنسبة المئوية لمجموع درجات الطلاب، لنفترض ان عندنا مجموعة من الطلاب، طالب واحد وطالب اتنين وطالب تلاتة وطالب اربعة مهما كان، يعني ده جايب 320، ده جايب 260، ده 250، ده 350 من 360، ده كام في المية؟ باختصار جدا انا هعمل هنا يساوي، هقول له الدرجة اللي الطالب جابها على الدرجة النهائية، انتر، طلع لي الرقم الغريب ده. الرقم ده انا هعمل فيل كده او سحب لكل الخلايا بتاعتي. هنا ظهر خطأ. ليه الخطأ ده ظهر؟ لان هنا لما جه يحسب ده سحبنا المعادلة، سحب الخلية اللي في العمود B، وسحب ايضا الخلية اللي في العمود F، ولما رحنا هنا سحب ايضا B وسحب F. فانا مش عاوزه يسحب دي معايا، انا عاوزه يفضل دي ثابتة. يبقى هروح لأول خلية دي، واللي هي F2 اللي هي اللي باللون الاصفر دي، هضغط على زر اف 4 من لوحه المفاتيح علشان يثبتها، يعمل لها دولار ساين كده قبلها، اس دولار ساين، وقبل العمود وقبل الصف كده اتثبتت. كده لما اسحب مش هينزل معايا السحب ده، وهيطلع لي النتيجه مظبوطه. يعني ايه؟ يعني لما اضغط هنا كده هو حسب الازرق ده على الاحمر ده اللي هو اللي باللون الاصفر الفيل الاصفر، وهنا حسب ده على، ما سحبش العمليه دي لان انا عملت له تثبيت، قلت له دي ثابته ما تسحبهاش لتحت. تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هحدد النطاق ده، ومن العلامة بتاعة النسبة المئوية دي اللي هي موجودة في الصفحة الرئيسية في تبويب او في الجروب بتاع رقم، العلامة دي هضغط عليها كده فهيحولها لي مباشرة لنسبة مئوية، او ممكن من الكومبو بوكس ده والقائمة المنسدلة دي، في هنا حاجة اسمها النسبة المئوية، هضغط عليها هيجيب لي النسبة المئوية. وطبعا زيادة وانقاص المنازل العشرية دي بيكون موجود هنا، ممكن نعمل لها انقاص كده، ماشي، كل ضغطة، وهنا زيادة للمنازل العشرية لو عاوز يظهر معاك الرقم اوضح وبتفاصيل ادق. تمام. ولكن طبعا اعتقد ان نسبة واحدة او درجة واحدة او منزلة عشرية واحدة هتكون كافية جدا. الطريقة دي بتضمن لنا ايضا اننا لو غيرنا في النتيجة دي، لو حدثنا فيها مثلا 360 اصبح النتيجة بتاعتي 100%، لو 180 اي تحديث بيتم في البيانات اللي موجودة هنا بيتم مباشرة في باقي النطاق أو باقي العملية. شكرا لمشاهدتكم، دي المعلومة اللي حبيت أشاركها. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.